السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى من قناة الفتحي كور اي غيونتاسيون. اليوم كما رأيتم في المينياتور أو العنوان، موضوع هذا الفيديو عن أفضل المواقع. لابد أن تعرف مواقع تقدم لك خدمات مجانية. الجميل في هذه الخدمات أنها خدمات مجانية. اليوم في هذا الفيديو سوف أريكم 15 موقع ونترككم مع الفيديو. إليكم الموقع الأول وهو رورايت تولز. كما رأيتم هنا الموقع لديه خيارات كثيرة، والجميل في هذا المعظم أنه هذا الموقع يحتوي على معظم أدوات إعادة الكتابة المتقدمة عبر الإنترنت ومولد إعادة الصياغة. يعني تكتب باراجراف أو فقرة ويعيد صياغتها مثلا، ويحتوي على أداة إعادة الصياغة وكتابة المقالة. هذه الكلمة يعطيك عدد الكلمات وعدد الأحرف في المقالة. لنترككم مع كيف يعمل هذا الموقع. نأتي إلى هنا، مثلا نقوم بإعادة صياغة أحد المقالات article rewrite. نضغط عليه هنا، كما رأيتم تظهر معي هذه الشاشة. هنا كنوضع النص اللي باغي ندير ليه إعادة الصياغة، يعني النص الأصلي. هنا كنوضع النص باغي نعود ليه الصياغة، يعني النص الأصلي. مثلا نقوم بإعادة صياغة هذه الفقرة على acknowledge المعرفة، نقوم بإعادة صياغتها. كنضغط على الدرورات، ننتظر حتى تكتمل الترجمة وإعادة الصياغة. إذن هنا بعد الانتظار حتى تتم إعادة صياغة المقالة، كما رأيتم هنا يعطيني كلمات ملونة، مثلا any person. هنايا هنايا هنايا، الا ضغطت على هذه الكلمات، الا ضغطت عليهم تعطيوني الكلمه الاصليه هي سامون اي اوف اي سامون. الكلمه الاصليه يعطينا الكلمه الاصليه. هنا كلمات اللي ممكن نعطي صياغه، مثلا صياغه جديده لهذه الكلمه ديال سامون هي اني وان اني بادي. على سبيل المثال نختار الكلمه اللي بغيت، مثلا نختاروا هذه. هنا كذلك يعطيني الكلمة الأصلية هي as fact. هنا الكلمة الأصلية، هناك يعطيني كلمات إعادة الصياغة. هنا ممكن نخلي كيف أعطاني أنا الترجمة، كيف أعطاني إعادة الصياغة، أو ممكن نغيرنا الكلمة. كندير next، من بعد كندير next كيعطيني ممكن نتيلي شارجي على شكل وورد فورما وورد، ممكن ننكوبي تكست. وهذا كيف ما شفتو معنا الموقع الاول. لنمر الى الموقع الثاني. الموقع الثاني كما رايتم الجميل في انه يمكن هل معرفه ان الايميل او الرقم الهاتف مراقب او لا. على سبيل المثال نشوفو الايميل مراقب او لا. نضع واحد الايميل ياهو. كما رأيتم في الرسالة بالأحمر، يعني هنا أن هذا الإيميل مراقب. إذا طلعت لك الرسالة بالأحمر يعني الإيميل مراقب. لنضع كما رأيتم قمنا بوضع إيميل مراقب وأعطانا رسالة بالأحمر. نقوم بوضع إيميل آخر، هذا الإيميل الرسالة بالأخضر، يعني أن الإيميل غير مراقب، يعني الإيميل صحيح. الموقع الثالث هو 10 minute email. كما رأيتم هنا الموقع من العنوان بين انه يعطي ايميلات وهمية، وسبق ودرنا واحد الفيديو خصنا افضل المواقع اللي تتقدم ايميلات وهمية، يعني ايميلات ممكن تدخل لبعض المواقع
كتبغيش تعطي الايميل ديالك، مثلا ايميل ديال القناة على اليوتيوب، ايميل مثلا ديال ايميل خاص مبغيتيش تبارطاجي مع لي سيت. هنا في هاد المواقع اللي سبق وقدمت في واحد الفيديو تلقاو في الديسكريبشن في صندوق الوصف، وكذلك هاد الموقع يعطيك ايميلات وهمية، وممكن تأكد الرسالة مثلا إلى جاتك شي كونفيرماسيون في الايميل. هنا كتلقى الرسالة، هنا كما لاحظتم عطانا ايميل وهمي، كندير لي كوبي كناخدو. هنا ممكن تعطينا 10 دقائق، هنا ممكن نجدد 10 دقائق، عاوتاني نجدد 10 دقائق. هنا كتوصلني الرسالة ملي كنبغي ندير كونفيرماسيون. هذا هو الموقع. ننمر إلى الموقع الرابع. هنا كنقدم لكم الموقع الرابع. الجميل في أن هذا الموقع الرابع يقوم بترجمة المستندات، يعني ممكن ترجمة PDF، يعني ممكن ترجمة وورد. هنا الترجمة أفضل من ترجمة ديال جوجل ترادكسيون. هنا كنجي ل ترانسلاتور، كنكليك عليها. من بعد ما كنكليك عليها كنأجوتي الدوكيمون ديالي. كنكليك هنا، هنا كيعطيني باش نأجوتي الدوكيمون ديالي. أجوتي الدوكيمون ديالي، كيدير هو هنا الجميل في الموقع، كيدير كيعرف اللغة. الجميل في الموقع كيعرف اللغة بلا ما تحددها انت، ولا ممكن تحددها انت، كيعرف اللغة اللي تساقت بها داك المستند انت اللي باغي دير ليه ترجمة. مثلا انا باغي ندير ترجمة ديال واحد المستند بالانجليزية، انفو كنأجوتي هنا السيت تيديتكتي ليا بانه هذا المستند باللغة الانجليزية، او كنختار اللغة اللي بغيت نحول ليها المستند دوكيمون كامل. هذا هو الموقع، تلقاو كلشي في صندوق الوصف. هذا الموقع رائع، جميل جميل، لانه يقدم لك واحد الميزة اللي ممكن انت من بعد ما كتفورماطي البيسي ديالك ما كتبغيش ما تيليشارجي تانستالي لي بروغرام بواحد بواحد، هاد الموقع يوفر لك مختلف البرامج، ويمكن تثبتوها دفعة واحدة، فقط كتختار انت البرامج اللي بغيتي. الموقع سميتو نينيت. الموقع كتختار البرامج اللي بغيتي، مثلا جوجل، مثلا مايكروسوفت ايدج، مثلا الزوم. كنختار هنا المواقع اللي بغيت، كنزل الاسفل، كندير جيتو نينيت، فوا كنكليك على يتم تنزيل وتحميل البرامج تلقائيا على الكمبيوتر. وهنا الموقع السادس يقدم خدمة جميلة، وهو خدمة تحويل النص إلى خط اليد. مثلا أحيانا يكون لديك بحث، أو على سبيل المثال بحث، وتريد كتابة البحث على شكل خط اليد، أو مثلا من أجل ديزاين إحدى المقالات تريد كتابة بالخط اليد. هذا النص تقوم بوضع النص هذا الموقع تقوم أنت بوضع النص، ويقوم تلقائيا بتحويله إلى شكل خط اليد. مثلا نقوم بوضع هذه الفقرة، كما لاحظتم هو قام بتغييره على شكل خط اليد. والجميل هنا يقدم نوعية الخط، مثلا نوعية خط اليد، مثلا على هذا المثال. هنا اللون وهنا الخلفية كما ترون. وبعد ذلك يمكنك تنزيله على شكل صورة أو شكل PDF. الموقع السابع هو Remove Background من العنوان بين أنه الموقع لإزالة خلفية الصور. الموقع يزيل خلفية الصور، يعني كتجي هنا كدير إضافة الصورة اللي أنت باغي دير ليها إزالة ديال الخلفية، كتأجوتيها. من بعد ما كتأجوتيها كيعطيك باش تيليشارجي الصورة بدون خلفية. والموقع جميل رائع،
الملايين الملايين من الأشخاص يقومون باستعمال الإزالة الخلفيات وإضافتها في المدونات، في الديزاين، الزين، الإعلانات. هذا الموقع رائع، الموقع الثامن وهو موقع ديكتيشن. الموقع ممكن نقول لك هو بجملة واحدة، هو اكتب بصوتك، يعني انت كتقدر تقول وداعا وداعا للكلافي، ما تبقاش تخدم بالكلافي وداك العناء ديال الكلافي والمعاناة ديال الكلافي. مثلا تبغى تقاد مثلا شي بريزونطاسيون ولا شي بحث، كتبقى تكتب تكتب، ممكن تكتب بالصوت ديالك انت كتهضر بأي لغة. كيف ما كتلاحظوا هنا جميع اللغات كتكتبوا، يعني كتهضر انت بأي لغة، ويقوم تلقائيا الموقع بتحويل الكلمات التي قلتها إلى مقال. هنا كنجي لانش، كنضغط هنا، أول حاجة كنجي كنختار اللغة باش أنا غادي نتكلم، يعني هنا كنختار اللغة اللي باغي نتكلم بها. مثلا اختاروا اللغة العربية، العربية المغرب. من بعد ما كنختار اللغة كنكليكي على ستار، كندير اوتوريزي الميكروفون ديالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى، هذه القناة تقوم بشروحات لإضافات مجانية. هنا كنكليكي على ستوب. من بعد ما كليكيت على ستوب تلقائيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى، هذه القناة تقوم بشروحات الإضافات مجانية. هنا كندير كوبي النص ديالي، كنمشي كندير كولي. تلقائيا موقع جميل، يمكن يستغل لك الوقت ديالك باش تبقى تكتب بالكلافي ديالك، مثلا في بريزونطاسيون ولا في شي بحث ديال الدراسة ولا على سبيل المثال، تربح لك الوقت. تلقاو الموقع في صندوق الوصف، جميع المواقع اللي نقدم في هذا الفيديو تلقاو في صندوق الوصف. هذا الموقع التاسع موقع جميل، يتيح لك الراحة، وممكن نقول السفر، السفر وأنت في المنزل، تقدر تسافر وأنت بالبيسي ديالك. وهنايا غادي نشوفو، هنا ورك، يعني انت كمتمشي، هنا درايف سائق، هنا طائرة. هنا نشوفو كمتمشي على سبيل المثال، لا نشوفو درايف يعني على سيارة، تتجول في أي مدينة على السيارة. هنا هذه هي المدن المتاحة، اختاروا على سبيل المثال إحدى المدن، نختار مثلا باري. لاحظوا الموقع الجميل، كيخليك تعيش في ديك المدينة وانت بس. لاحظوا هنا، كتسمع الأصوات اللي كيروجوا في ديك المكان، انت بالبيسي ديالك وعيش بحالة غادي في الطنوبيل. موقع زوين تخليك ترتاح، نخلي لكم ليان في الديسكريبسيون. هنا كنمروا للموقع العاشر. الموقع العاشر هو نقدر نقول لك في جملة واحدة، الموقع نلخص لك الموقع في جملة واحدة، هو اكتب رسالتك الى المستقبل. يعني انت مثلا من هنا بعد عام، بعد 3 سنين، بعد واحد اللحظات معينة، بعد اشهر، ممكن تكتب واحد الرساله تجيك في الايميل ديالك. مثلا تقدر توضع واحد الاهداف، انت باغي مثلا من هنايا ل5 سنين واحد الاهداف بغيتي توضعها، من هنا العام كتوضع الاهداف ديالك، مثلا واحد النص كتكتبو انت، ومن هنا العام تجيك رساله تترجع لك الايميل ديالك اللي حددتي، تقدر تشوف واش انت حققت هذوك الاهداف ولا لا. هنايا مثلا تكتب رساله للمستقبل ديالك، هنايا كنجي كنوضع نص اللي بغيت، مثلا نكتب الفاتحي كور
Et orientation. Orientation. رجع اختار مثلا تيست. هنايا كنختار المدة اللي بغيت انا، هنا عام، 3 سنين، 5 سنين، ولا ممكن انا هنا كليكي ونختار لاطات محددة، الشهر والنهار والسنة. مثلا تلقائيا بريفات يعني خاصة. هنا كنوضع الايميل اللي غادي تجي فيه الرسالة ديالي، كندير سين صافي. تم تلقائيا ارسال الرسالة، ومن هنا لبعد عام غادي تجيني الرسالة اللي كتبت. الموقع ال11 معنا هو ديزاين ايفو. ديزاين ايفو هو موقع ماك افري لوغو، يعني كنقاد لوغوات مجانية. كنكليكي هنا، كنكليكي كنقاد اللوغو ديالي مثلا ديال المدونة ديالي، ولا موقع، لا لوغو تجاري، على حساب لوغو بيرسونيل. هنا كيعطوني هنايا اختيارات ديال اللوغو، وكنختار الاختيار اللي بغيت، وكنعدل عليه، وكن تيليشارجي. هنا كما لاحظتو قلنا كيعطيني اختيارات، كنختار هنا، كنختار مثلا الفئة اللوغو اللي بغيت انا، مثلا نختار هذا. نختار هذا، كنكليكي على بوطون الخضراء. كيفما لاحظتو هنا كيطلع لي اللوغو ديالي. هنا كنضغط على اللوغو، نقدر نعدل الالوان، نكليكي على النص، نقدر نكليكي عليه ونكتب النص اللي بغيت، الفاتحي كور. هنا نقدر نعدل عليه، نكبر نصغر النص ديالي كيف ما بغيت، نضيف اشكال، يعني نقدر نضيف اللي بغيت. من بعد كنتيليشارجي فري مود، اللي كنشارجي بها مود فري. كنكليكي على هنا مود فري، من بعد كندير التسجيل ديالي، وكي تيليشارجي ليا ديريكتومون اللوغو اللي غديت المرة. الموقع الموالي، الموقع الثاني عشر هو موقع راديو غاردن. راديو ممكن تسمع الراديو ديال اي منطقة بغيتي فقط من خلال هذا الموقع. مثلا نختارو حتى المواقع اللي بغينا، مثلا غابة، نختار الراديو اللي بغيت، يعني القناة اللي بغيت، نختار القناة اللي بغيت. هاي كنسمع القناة اللي بغيت، نقدر هنايا نختار القناة اللي بغيت. كيف قلنا نغير المدينة اللي بغيت، مثلا نكتب كازا بلانكا. نختار الانواع الاذاعات اللي كاينين في ديك المدينه. كيف ما قلنا الموقع زوين، يقدم راديو ديال مختلف القنوات الاذاعيه في العالم. موقع 13 معنا هو ريزايز بيك، يعني تغيير حجم الصوره. هنا كنأجوت الصوره ديالي اللي بغيت، كنأجوت الصورة ديالي اللي بغيت هنايا على سبيل المثال هذه الصورة. هنا كنختار الأبعاد اللي بغيت بالبيكسل، مثلا نختار 100 بيكسل، لا 100 بيكسل. هنا كندير ريسايز ايماج، كيعطيني ليماج ديالي. كنكليك على دونلود، كنتيليشارجيها. وهنايا الموقع جميل، تغيير أبعاد الصورة بمنتهى البساطة. الموقع 14 معنا موقع جميل، اللي بعد مرات انت كتكون خدام على شي موقع مثلا، واحيانا كتفاجئ، كتجي كتدخل الموقع كتفاجئ انه هذاك الموقع مبقاش خدام، موقع اللي فيه شي مشكل، وانت هذاك الموقع تقدر مثلا كتخدم فيه، مثلا بحال بلاند جوجل درايف، كتخزن فيه لي دوكيمون ديالك، تصاور اللي بغيتي. مثلا الا تم شي مره وقع لك مشكل في جوجل درايف،
شنو الحل؟ هذا الموقع كيعطيك مواقع بديلة، مواقع بديلة لهذيك المواقع اللي انت بغيتي، والبرامج مثلا مواقع بديلة. مثلا اختاروا شي حاجة، شي موقع نختاروا البديل ديال مثلا ميديا، مثلا ميديا فير، ميديا فير هنا غيعطيني مواقع بديلة ميديا فير كيف ما كتلاحظ، مواقع بديلة دروب بوكس، جوجل درايف، ميجا، مواقع بديلة لتخزين الملفات، مواقع بديلة. هذا الموقع رائع صراحة. فاش كنجمع فيديو، فاش كنجمع المواقع من المصادر وكنقلب وكنبحث على المواقع هكا، ملي لقيت هذا الموقع هذا والله موقع لي زوين زوين، كنت مضيع شحال هذا، كان توقع عليا مشاكل في بعض المواقع، وكنبغي مواقع لي مواقع اللي كتقدم نفس الخدمة. مثلا هذا الموقع زوين. ومعنا الموقع الآخر هو الموقع 15. الموقع 15 هو لوف بي دي اف، هو تعديلات على ملفات بي دي اف. سبق ودرت فيديو على أدوات مجانية لعشاق بي دي اف على الإنترنت، غتلقاو ليها في الديسكريبسيون ديال الفيديو. قدمت في خمسات المواقع وكيفاش كيخدموا المواقع ديال التعديلات على ملفات بي دي اف. واليوم في هذا الفيديو ديال افضل المواقع، ما يمكنش ما نهضرش على افضل الموقع ديال التعديلات على البي دي اف، هو اي لاف بي دي اف كيف ما كتلاحظوا هنايا في اللين. اي لاف بي دي اف هنا كيف ما كتلاحظوا ممكن تنزيل تنزيله على شكل برنامج في الويندوز، في الويندوز 32 بيت او 64 بيت او ماك. هنايا موقع جميل كيقدم لك مجموعة من الميزات. هنا ماكس بي دي اف يعني دمج ملفات بي دي اف، سبليت بي دي اف يعني تفرقة ملفات بي دي اف. مثلا عندك ملف بي دي اف في الكثير من الصفحات وتريد عزل الصفحات، هنا كومبرس بي دي اف يعني دق. احيانا بعض المواقع كتبغي تسجل وما كيقبلوش لك مثلا الملف ديالك، يكون الميجا ديال داك الملف تكونو كتير، هنا كومبرس بي دي اف كيضغط لك الملف وكي يردو اقل الميجات. هنا تغير من وورد تو بي دي اف، باوربوينت تو بي دي اف، لاكسل على سبيل المثال. موقع زوين. وهنايا هذا هو اخر موقع، وهنا كنكون كملت الفيديو ديالي. كنتمنى نكون ما طولتش في الفيديو، وهناك بعض الاجزاء اللي جاي، بعض الاجزاء حول هذا الفيديو اللي جايين. نكمل تتمة السلسلة ديال أفضل المواقع، وهناك الكثير من المواقع. كنتمنى دير لايك سبسكرايب وبارطاجي افيك لي زامي ديالكم، و بون كوراج.